رجعنا مع فقرة السعادة وش الخير، وعندنا فقرات كثيرة جدا، وبشكر كل اللي بيشارك معنا فقراتنا وتحقيق الأحلام. قدمنا من فترة، من حوالي شهر ونص شهرين، هبة من اسكندرية. هبة وزنها يعني كان زيادة وعندها مشاكل، والمشاكل كمان نفسية. الناس اللي بتقابلها في الشارع كانوا بيقولوا ايه. هنشوف لقطة سريعة الهبة اللي اتعالجت مع بيت الزكاة، بشكرهم، ونشوف هبة ونكمل معاكم. خليك وش الخير. يا الدنيا بجد، ومهما تعملي فينا بنسحب شوية فوق الحد ونحضن بكرة بإيدينا. هبة أحمد جابر اللي عمرها 26 سنة، من اسكندرية، جاءت للقاهرة بتبحث عن حاجات كتيرة. تتمثل في ايه؟ اكيد مثلا ما تشوف اغنية وتشوف واحدة ماشية بتغني تقول نفسي ابقى كده، ما تشوف عروسة في زفة تقول نفسي ابقى كده. دي محتاجة منها ومننا برضو المساعدة، يعني مفروض المستشفيات الحكومية يبقى في دعم الحالات دي. في ناس يقولك تجميل، ده مش تجميل، ده اسلوب حياة، ده عاوزين ننقذها. اكيد عندها كثير من الامراض هي ما تعرفهاش، لانه طبعا بيبقى في نقص معرفي، في نقص في تفكير انها تعيش كويس. لازم تعمل لها كشف طبي كل سنه على الاقل. اكيد بقى لها سنين ما راحتش المستشفى، جت هنا من خلال البرنامج وهتشوفوها. واحنا النهارده نتكلمكم، احنا في شهر يناير في 2018، هبة جابر من اسكندريه هتبقى عامله ازاي وهتعود للحياه انها تمشي وتخس. وهي لغايه دلوقتي 182، مش كده؟ لو انت بتبدا وهتاكل كتير امسك نفسك. اكيد هي بدات برغيف 2 وصلت ل10 في الوجبه. مش عاوز اقول بيجيبوا الفلوس ازاي ولا دخلهم عامل ازاي، ده معاناه دلوقتي. انا عايزه اعمل عمليه عشان ما فيش حد يقسم عليا ولا حد يقول لي انت عامله زي الدموسه ولا زي ولا زي الدموسه ولا واحده. بصي تقول اسمها جاموسه مش دموسه يعني. وانا سمعتها منك ناموسه. ولا واحده متخلفه ولا عن كده. انا عايزه تكون عندي عيوطه، ما اخافش من اي حيطه عشان ربنا يسامحها. وهي ماشيه في الشارع مين اللي بيشتمها؟ الناس بيشتموها وبيحدفوها بالطماطم وبيشتموها وبيهزقوها. لا لا، الطماطم دي حاجه كويسه مش وحشه. عشان كده لازم تكون عندي عيوطه. بقابل ناس بفارق ناس وماشيه الحياه عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية. هنعمل ايه؟ وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي، واحوالنا دي بتحير ولو نرضى هتحكي. حلو منظر هبة وهي بتوب العمليات. بحيي بيت الزكاة اللي يعني شهرين دول كانت بتعمل التحاليل وجات بقى من اسكندريه وبتاع، وما اعرفش عملت العمليه ولا لسه. والدت هبه، الو اهلا بيكو، ازيكم يا اسكندريه؟ ازيك يا ام هبه، عامله ايه؟ الحمد لله نحمد ربنا. وطي التلفزيون بس وخليكي معايا. ازيك عامله ايه؟ عملتوا ايه بقى؟ عملتوا العمليه ولا لسه؟ وطي التلفزيون. عملتها استاذ طارق الحمد لله. انت هبه ولا والدتها؟ لا انا والدتها. هبه معايا تاني. طيب اكلم هبه. الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا هبه؟ ده قبل العمليه ولا بعد العمليه ده؟ لا ده قبل العمليه. طب فين بعد العمليه بقى؟ خسيتي ولا لسه؟ لا ده انا دلوقتي قبل العمليه، بس انا عملت العمليه وبقيت احسن دلوقتي الحمد لله. طيب قبلك الاسبوع الجاي ولا اللي بعده ان شاء الله؟ يعني انا عاوزك تخسي كده 20 30 40 50 60. طب انت عايزني امتى؟ اول ما تلاقي نفسك خسيتي كلمينا ونقول لك تعالي. عاوزك تخسي 80 كيلو، ايه رايك؟ ماشي. بتاكلي اكلت النهارده كام رغيف؟ لا انا النهارده ما اكلتيش. لا يا استاذ صالح، انا مامتها هي دلوقتي ما بتاكلش من الاكل. طب الحمد لله، مصلحه برضو مصلحه.
ألف ألف مبروك في طريقها لشفاء إن شاء الله. نشوفها عروسة، نشوفها 60-70 كيلو إن شاء الله، نقابلها، وده الحلم مع برنامج هو ده. شكرا ليك يا موهبة.